الإرهابي يتبنى تفجير الدلم الآثم، ووزارة الإسكان تعد باستعادة ثقة المواطن، والصندوق العقاري يستعد لصرف قروض المستحقين خلال أيام. وأيضا في هلا لهذا المساء، لجنة سداسية تحقق في وفاة طالب في حافلة مدرسية أهلية، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة والتي تعودتم عليها في يا هلا. يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. نبدأ حلقتنا بهذا الموضوع، حيث تأكدت أصابع الاتهام الموجهة إلى التنظيم الإرهابي داعش بمسؤوليته عن التفجير الغاشم والذي طال إحدى الدوريات الأمنية قرب مركز للشرطة في الدلم جنوب العاصمة الرياض يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن أصدر التنظيم الإرهابي بيانا سافرا تبنى في قيامه بالعملية مستخدما عبوات ناسفة. يذكر أن التفجير استهدف إحدى دوريات الأمن وأسفر عن مقتل مقيم وإحداث أضرار بدوريات أمنية. نتابع هذا التقرير بعد ذلك، سيكون لنا نقاش حول هذا الموضوع. تنظيم داعش الإرهابي وهجماته الآثمة داخل المملكة مسلسل يمتد لأكثر من عام منذ هجوم قرية الدالوه في الأحساء في نوفمبر من عام 2014، اعتداءات لم تراعي حرمة دين أو دم ولا حتى عرض. خفافيش الظلام نذروا أنفسهم في سبيل الشيطان والطاغوت لتدمير البلاد وسفك دماء العباد. آخر الطغيان اعتداء سافر لا يقل قبحا عما سبقه من هجمات إرهابية سوداء، لكن الطريقة قد تبدو جديدة عن الهجمات التي سبقتها داخل المملكة. إذ أصدر تنظيم داعش الإرهابي أمس الأحد بيانا تبنى فيه الهجوم بعبوات ناسفة أول من أمس السبت على أحد مراكز الشرطة في مدينة الدلم جنوبي الرياض، واصفا إياها بالعملية النوعية وأنه نتج عنه مقتل شخص وتلف دوريات أمنية. وحسب حديث المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في تصريح صحفي، فقد تعرضت إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج لانفجار عبوة ناسفة أثناء وقوفها بموقف مجاور لمركز الشرطة، ما نتج عنه مقتل أحد المقيمين وإحداث أضرار مختلفة بدوريتي أمن أخريين. المحاولة الأخيرة وبيانها البائس قد يدل على يأس وتضعضع الشرذمة الإرهابية بعد عدم نجاح العمليات الانتحارية السابقة والتي استهدفت بعض المساجد في شرقي البلاد وجنوبها في زعزعة الأمن وشق الصف الوطني، إلا أنها قد تنبئ على خط جديد للإرهاب القميء باتخاذ العبوات الناسفة أداة للاعتداءات الغاشمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معي في الاستديو الخبير في الفكر الاستراتيجي دكتور محمد الفايدي، وكذلك الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الأستاذ أحمد الموكلي. حياكم الله معنا جميعا ويا هلا فيكم على طاولة يا هلا. دكتور أبدأ معك، يعني في البداية هذه العملية ربما كانت يعني من العمليات الأقل ضررا ولله الحمد من ناحية الخسائر البشرية أو أعداد الشهداء، برأيك ما الهدف الذي كان يسعى من وراء هذا التنظيم الإرهابي من خلال هذه العملية؟ السلام عليكم ويا هلا بكم وكل من يشاهد قناة خليجية. الأعمال الإرهابية هي تتعاظم وتتنامى وتتخذ وسائل وردود أفعال للمواقف التي تعرض لها في الغالب، وكأنها صرخة أو استقاثة أو استنجاد لسماع صوتها، وكأنها تقول
أنا ما لازلت موجودة وأنا أتحرك وأنا أضرب هنا ولي أذرعة ولدي خلايا تتحرك ولدي كذلك مجموعات عنقودية تتحرك هنا وهناك. هذه التنظيمات هي تستطيع أن تتخذ بعض المناطق البعيدة لتنفيذ عملياتها، وهذا تم الإشارة له سابقا أنه يعني بدت الآن نتيجة لتضييق الضغط عليها وبشكل مكثف، وهناك استراتيجيات أمنية وتعاون إقليمي وتعاون دولي جاد. هذا التعاون ساق هذه الجماعات إلى الآن، يبدو أنها ستركز على الأطراف، لأنه تنظيم داعش يختلف تماما عن القاعدة، وهو يركز الآن على عملية التمكين في الداخل، وكأنه يجمع عناصره من الداخل إلى الخارج، على عكس القاعدة التي هي دائما تتمكن من الداخل للخارج بقوة الاندفاع كالقوة الجسدية لدى الشخص. هذا الجانب عندما يكون معطى في مثل هذه الجريمة، الجريمة الإرهابية، جريمة الدلم، هي مؤكد كانت استهداف لمركز الشرطة من أجل الحديث عن عبوتين تفجيريتين من أجل تدمير مركز الشرطة. الثلاث السيارات من سيارات الدوريات الأمن تضررت، كانت وفاة مقيم استشهادوا في هذه الحادثة. هذا دليل واضح على أن هذه الجماعات هي تتحرك بأذرع وأوامر خارجية، تبدأ بداية من أنه التوسع في هذه التنظيمات. الحديث عن سيناء فيها حوالي 19 تنظيم إرهابي حاليا، القادة عراقيون يتحركون في مناطق العراق وسوريا ويحركون هذه التنظيمات، وصل عدد أفراد التنظيم الآن إلى 12,000. ناهيك عن أنه هناك 42,000 تويتر يوميا تنطلق لعمليات التجيش والتجنيد وكذلك التأثير والاستحواذ على الأفكار. هذه إحصاءات مركز في أوروبا، حوالي 5,800 موقع إلكتروني تشتغل، بعض العاملين يشتغلون لمدة حوالي 20 ساعة في اليوم وهم شغالين على عملية الجذب والاستقطاب والتجنيد. الإشكالية حقيقة الآن التي دخلت متغير الإرهاب وعملية إرهاب الأقارب، والذي يجب أن يتخذ حياله إجراءات، لا أقول كيانات مؤسسية ولكن إجراءات مجتمعية وإعلامية، وزي ما يقولوا حشد مجتمعي من خلال كافة مؤسسات المجتمع للتعامل معه. طيب أستاذ أحمد، يعني هذه المرة ربما تغيير في استراتيجيات داعش يعني أو تنويع أو يعني ربما طريقة أخرى عن طريق العبوات الناسفة واستهداف مركز للأمن، يعني هم استهدفوا قبل رجال الأمن وذهب شهداء صلى الله يغفر لهم ويرحمهم، والآن يستهدفون مركز الشرطة بعبوات ناسفة، كيف تحليلك لهذا السياق؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواء الماطرة أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان. اللهم آمين. طبعا أعقب فقط على كلام الدكتور، هذه الجماعات لديها استراتيجية منذ تقريبا 2000 خلنا نقول بعد أحداث 11 سبتمبر. هذه الجماعة تنطلق من ثلاثة محاور: محور شرعي ومحور عسكري ومحور إعلامي. المحور الشرعي هو الذي يقوم بتحليل هذه العمليات، العمليات الانتحارية، العمليات الإرهابية، هو الذي يجد لها المخرج الشرعي لتنفيذها. ثم يأتي العمل العسكري، وهو الأعمال التي يقوم بهذه الجماعات، سواء عن طريق العمل الانتحارية أو كما يحدث في مناطق الصراع من خلال الشد والجذب. أيضا العمل الإعلامي أو ما يسمى في الإعلام برجع الصدى، الفيدباك. هذه العملية تحديدا هي تأتي في هذا الإطار. التنظيم وقادة التنظيم هم يدركون تماما أنهم مثل هذه العملية من ناحية البشرية وحتى من ناحية الأضرار الأخرى هي لا تشكل شيء ولا تسجل لهم انتصار، ولكنها على المستوى الإعلامي هي تسجل لهم انتصار. أما إجابة على سؤالك، طبعا الأسلوب والتكتيك واحد، هو أسلوب ما بات يعرف في هذه الأيام بالذئاب المنفردة، بمعنى أن هناك مجموعة شخصين إلى عدد محدد يرتبطون بالتنظيم، سواء تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش، يرتبطون بهم في الإطار ما يسمى بالإطار الأفقي أي الفكري، ينتمون إليه فكريا لا تنظيميا، وهذا ما كان يسعى له التنظيم، وحتى كان من عهد أسامة بن لادن من الظواهري جاء لاحقا تنظيم القاعدة. أما الأسلوب فهو حقيقة اختلف التولز أو الأدوات، أدوات التنفيذ. في البداية كانت هذه الجماعات تستهدف، ومن خلال الأحزمة الناسفة تستهدف بدأت تستهدف بعض المجمعات العسكرية، ثم وجدنا لاحقا أنهم من خلال إطلاق النار المباشرة على الهدف الآن بدأوا يتجهون إلى
العبوات الناسفة. العبوات الناسفة هي في الواقع، وأنا أتوقع أنها عملية بدائية، ومن قام بهذه العملية هي هو بداي. وأنا هنا أرجع إلى ما كان يركز عليه قادة التنظيم. قادة التنظيم قالوها صريحة، يعني عبد العزيز المغني في تقريبا في 2003 و 2004 ذكر في مجلة صوت الجهاد، قالها صراحة، نحن لا نريد أحد أن يلتحق بنا تنظيميا، نحن نريد أن يلتحق بنا فكريا، ونحن على استعداد أن ندربه وأن نعلمه على صناعة المتفجرات والأحزمة الناس وكل ذلك عبر شبكة الإنترنت. بالتالي هذا الذي نفذ هذا العملية هو لا شك أنه دخل إلى مواقع هذه الجماعات، ومنها تعلم كيف يصنع هذه العبوة، وبالتالي قام بوضعها تحت السيارة. هذه العبوة أنا أجزم ومتأكد أنها لو كانت فجرت في مبنى لم تحدث أضرار أبدا، ولكنها وضعت تحت السيارة. السيارة تركيبتها الكهربائية صحيح. الميكانيكية، بالتالي أدنى انفجار لا شك أنه سيحدث أضرار. طيب احنا مكملين حوارنا، لكن أستأذنكم وأستأذن المشاهدين بفاصل قصير، وبعد الفاصل نعود. أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن تفجير الدلم الغاشم، ويتابع معنا التعليق حول هذا الموضوع في الاستديو الدكتور محمد الفايدي الخبير في الفكر الاستراتيجي، كذلك يتابع معنا الحديث الأستاذ أحمد الموكري الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. دكتور محمد، يعني السؤال اللي دائما ربما يتكرر والإجابة ربما إلى الآن إما أنها لم تكن كافية أو أنها غير شافية، كيف يمكن مواجهة هذا التنظيم فكريا كما هو الحال في موضوع المواجهة الأمنية؟ الإجراءات والاستراتيجيات الدولية بدأت تتقارب وتتعاون لشعور بجسامة خطر الإرهاب على مؤسسات الدول، ولعل تفجير باريس وتفجير بروكسل الأخير هذا وأخوين في كلا التفجيرين شركاء في عمليات التفجير هي مؤشر واضح إلى أن استراتيجيات التنظيم بدأت تتطور وتحاول أن تضرب في مواقع مختلفة لتشتيت الجهود المختلفة للدول. هذا جانب. الجانب الآخر أنه داعش الذي سلم نفسه للسلطات الألمانية هو قدم آلاف الصفحات عن البيانات حول المنظمات الإرهابية، وأعداد كبيرة عن أسمائهم كاملة وأعمالهم مهنهم وأهلاتهم اسم الأم المواقع الأماكن الهوايات بيانات كاملة. الحديث عن هذا العدد الضخم من من من, من تنظيم داعش الآن حديث عن 12,000 متوجدين، وقدم بيانات إلى 2013 بيانات كاملة وشافية ووافية عن 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 أعضاء وعناصر هذا التنظيم الخطر، وبالإمكان أن تستقرى ما هي سلوكيات هذا التنظيم في أدواته. حديث عن بداية تكون عمليات الجذب ثم عمليات التعرف، الآن عمليات التعرف إرهاب الأقارب شبه القاها، وأصبح الآن يعني معروف هواياته إمكاناته ميوله من خلال الأقارب. الجانب الآخر عمليات انصح التنويم المغناطيسي، أو إنه الجذب المغناطيسي. هل يمكن يستخدمون هذا؟ هذا هو طبعا هو كيف يستخدم تنويم مغناطيسي مثلا؟ خلينا نقول هو مثلا القائد حق داعش أو كيف التنظيم الإرهابي في مثلا في العراق ولا في الشام في أي مكان، كيف يمكن يمارس التنويم المغناطيسي ويأثر في شبابنا؟ الآن حبر وسائل التواصل الاجتماعي شيء مخيف، يعني الحديث عن 42,000 تويتر تبث خلال 24 ساعة، يعني خلال اليوم، هذه بس مجرد أنه فقط رسائل، ناهيك عن الجوانب الأخرى من التواصل الخاص وعمليات 5800 موقع تشتغل عمل، يعني عمل رهيب، عمل غير عادي، يعني عمل مستديم. هذا العمل عندما كيف تحرك أنت إعلاميا على مستوى الأصعدة، على مستوى مؤسسات الدول، الحديث عن الوسائل المسموعة مقروءة مرئية، هذه يجب تتكامل. لكن لا يكفي هذا الفكر، الحديث عن مما قدم في 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 داعش للسلطات الألمانية، أن هناك حوالي طبعا تعرف من المتخصصين في الجانب الفكري هم المصريون، والمنفذون في التفجير في الغالب سعوديون وتونسيون، والقادة عراقيون. هذا التنظيم عندما تكلم عن الفكر، هذا الفكر في هذا الجانب وفي هذا الاتجاه
يحتاج لعمل وجهد جماعي ليس جماعي على مستوى المجتمعات الدول يعني عمل متكامل إنه مؤسسات الإعلام تتعاون فيما بين الحديث عن المؤسسات التربية في المحاضن الابتدائية والمدارس المتوسطة والثانوية ولكن في الجامعات وبعد الجامعات على مستوى المجتمع هذه يجب تتكامل في وضع خطة واستراتيجية متكاملة فكرية إعلامية صح التعبير تتكامل فيما بينها وتؤسس لعمل جماعي مشترك لهذه المواجهة. الأهم في هذا أنه يدخل التقنية متغير في عملية التعامل مع هذه الظاهرة ثم اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بنظام العدالة الجنائية. نظام العدالة الجنائية يجب التعلق يتغير إلى مرحلة الوقاية والمنع. جميل. طيب أستاذ أحمد يعني هذا الاستقطاب أو التأثير أو التغرير بشباب عادة ما يكونون صغار في السن ويتأثرون بهذا التنظيم وهذا الفكر الضال البعيد عن الحق. السؤال هل هو نقص في المناعة الفكرية لدى شبابنا يعني أو أنه قوة في الأدوات والوسائل التي تستخدمها داعش في استقطابهم والتأثير عليهم؟ طبعا ما في شك أن عمليات الاستقطاب وعمليات التجنيد بالنسبة لهذه الجماعات مرت بمراحل. هذه الجماعات وما يميز هذه الجماعات سواء بدءا بتنظيم القاعدة أو حتى تنظيم داعش هو الانصهار في الواقع. أين يجد هذا الشاب؟ أين يجد هذا الطفل؟ أين ما يجد هذا الطفل أو هذا الشاب يتجه إليه؟ بالتالي هم انصهروا في العمل الافتراضي أو في الواقع الافتراضي واستطاعوا أن يحققوا من خلال الواقع الافتراضي ما لم يحققوا في 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 أنا متأكد في أي مكان آخر في العالم. أنت عندك مؤلف عن هذا الموضوع؟ أنا عندي كتاب عنوانه فيلق القاعدة الإلكترونية وتحدثت بشكل كبير عن هذه الجزئية عن آليات التنظيم، آليات الجذب، مفاتيح الصراع، عمليات كيف يعني لك أن تتخيل أنه أنا أتحدث هنا في فترة تنظيم القاعدة لك أن تتخيل أنه هناك تبادل أدوار وتوزيع أدوار بين هذه الجماعات. هذا في هذا الاتجاه في الجانب الترفيهي هناك أشخاص متخصصون، في الجانب الشرعي هناك أيضا أناس متخصصون، هم يعملون على مدار الساعة وأنا ذكرتها في أكثر من هذه الجماعات لو سخر لها أن تقوم بهذا العمل وهذا الجهد المتوالي في ما ينفع الأمة والله لكنا وجدنا إنتاج غير هذا الإنتاج الوحشي. أنا أعيد بس على قضية ما ذكره الدكتور، التحالف الإسلامي الآن الذي قد تقوده المملكة العربية السعودية هو تقريبا ينطلق حتى وإن أخذ في, 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 في الإطار العام أخذ التحالف العسكري لكن هو في الحقيقة ينطلق من ثلاثة أساسيات أو ثلاثة أركان العسكري والفكري والإعلامي. طبعا الفكري احنا لا يجب أن نحصر بس الفكر في المملكة العربية السعودية وبالتالي تنحصر المعادلة في المملكة العربية السعودية داخل، نعم هذا الجزء الأهم والأكبر أنك أنت تحمي وطنك أولا، لكن أصبح الضخ كما ذكر الدكتور يأتي من الخارج وكما ذكرت أصبح الضخ يأتي جاذب لهذا الشبع. عندما يخرج داعشي أو أو أو, أو قاعدي ويتبنى أن يعود للأمة الإسلامية أمجادها في ظل الانحدار الأمة العربية في هذا الوقت يأتي هذا الداعشي ويتبناها أمام كما يفعل وهو أيضا نفس الوتر الذي يعزف عليه حزب الله، لا شك أن سيكون هناك تعاطف وهذه أحد مفاتيح الصراع. وبالتالي أنا دائما أكرر إذا أردنا أن نعالج من الناحية الفكرية لابد أن ندرس الأسباب والأسباب حتى تقتلع من الجذور. العمل الأمني ما في شك أن الجهات الأمنية هي تسير في هذا الاتجاه وتعمل في هذا الاتجاه وجهودها مشكورة وواضحة، لكن العمل الأمني لم يكن في 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 في, في الجانب الآخر وزيه عمل فكري والعمل الفكري أنا ألاحظ يعني بعض سواء من خلال العالم الافتراضي أو حتى من وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من وسائل الإعلام أن هناك من يستعجل المردود للعمل الفكري. العمل الفكري
لن يأتي في 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 فترة بسيطة. أنت العمل الفكري هو استراتيجية بعيدة المدى لما بعد 10-15-20 سنة. طيب اللي تمنى الحقيقة أنه بدنا يكون في جهود تتضافر سواء من المؤسسات الحكومية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني وتبني مشروع وطني لحماية شبابنا، يعني خاصة في الجانب الأمن الفكري، وهذا الأمر والموضوع اللي دائما يمكن ما نشدد أو نؤكد عليه. شكرا لضيوفي، وقتنا داهمنا، الدكتور محمد الفايدي الخبير في الفكر الاستراتيجي، شكرا للباحث في شؤون الجماعات الإرهابية الأستاذ أحمد الموكلي. فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.